صبحكم الله بالخير يا أحباب. أنا داش على قناتي الرسمية في اليوتيوب، داش على الحلقة الأولى من برنامج يا بني إسرائيل، وهذا مشاري العنزي يبين أني ظلة بنزل التعليقات، قمت أقرأ التعليقات. أشكركم شكر جزيل على تعليقاتكم اللي تحفزني صراحة وتشجعني. بعض التعليقات يعني فيها بعض الاستفسارات، بعضها فيها بعض الملاحظات، كلها قاعد أقراها. واحد من الأخوة يقول: حلقة استمتعت بها واستفدت شيء أشياء كثيرة، بل أني كنت في ضيافة أصحابي، سبحان الله اختلفنا من هم بني إسرائيل. بهذه الحلقة وضحت أمور كثيرة، البعض يقول معلومات أول مرة أسمعها، ويعني جزاكم الله خير، فيها تحفيز لي. اللي حاب يا جماعة يشترك معنا في هذه القناة يستطيع يدخل على السبسكرايب هذا أو اشتراك، يضغط ضغطة واحدة يكون اشترك معنا، ويضغط على الجرس هذا. هذا الجرس يا أحباب إذا ضغطنا عليه كذي أزلنا الجرس، إذا ضغطنا الجرس معناته كل حلقة ننزلها يجيك تنبيه في جهازك، وهذا من باب المشاركة على فعل الخير. وليس فقط أنت نصيحة، ليس فقط تشوف البرامج النافعة، ارسلها لأحبابك ولإخوانك، فالدالوا على الخير له مثل أجر فاعله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح